آخر كرة لنيشر. دارة الكرمل، مكابي ذات الكرمل نفذت الخمس كرات. الآن نيشر الكرة الخامسة. إذا أحرز اللاعب رقم 2 ستكون نتيجة متعادلة أيضا 3-3، وسيلجأ كل لاعب من كل فريق إلى الكرة السادسة. هل يستطيع أن يفعلها رامي ليكون نجم المباراة كما قلنا في البداية؟ هل يستطيع رامي؟ هل يستطيع رامي؟ لا، الكرة في الشباك أعزائي. 3-3، فريق مكابي لا يريد أن ينهي المباراة. فريق مكابي لا يريد أن ينهي المباراة. 3-3، والآن ماهر حسون 3 مرات في الدقيقة 90 مكابي يحرز ونيشر يعادل. والآن كان باستطاعة مكابي أن ينهي المباراة من ضربات الترجيحية، ولكن نيشر يعادل ويعادل ويعادل. ماهر حسون رقم 7، ماهر حسون رقم 7 أمام الكرة. الآن النتيجة 3-3، وماهر حسون اللاعب السادس من مكابي أمام الكرة. ماهر حسون أمام الكرة يبتعد 7-8 أمتار عنها. ماهر حسون الآن يتقدم في الخارج. يا لها من كرة يا ماهر، يا لها من تسديدة سيئة يا ماهر. أوه. الآن على ما يبدو أن نيشر هي التي ستصعد. نيشر على ما يبدو هي التي ستصعد إذا استطاع رقم 10 إيرز أن يحرز. إذا استطاع إيرز أن يحرز ستنتهي المباراة لصالح نيشر بصورة دراماتيكية قاسية جدا جدا بالنسبة لمكابي. أوه. إيرز يتقدم ورامي يصدق كرة. الله، ما الذي يحدث هنا؟ لا نستطيع أن نتمالك أعصابنا أكثر. رامي يصد الكرة ببراعة وينقذ مكابي وينقذ الموسم حتى الآن. النتيجة ما زالت 3-3، والآن جاء دور من؟ حسون ليحاول أن يحرز الهدف الرابع. الدراما على أرض الملعب، الدراما في المدرجات، جمهور مكابي الآن يشجع حسون. النتيجة ما زالت 3-3. حسون أمام حارس المرمى. عاد حسون من أوكرانيا إلى هنا إلى دلة الكرمل ليحاول أن يساهم في صعود مكابي. حان الأوان. حسون يقترب يسدد في الشباك. كاد أن يصدها الحارس ولكن في النهاية في الشباك. والآن مرة أخرى هل سيفعلها رامي نصر الدين اللاعب رقم 11 الذي دخل في الشوط الثاني. لاعبو مكابي والإدارة والمدرب لا يتملكون أعصابهم. اللاعب رقم 11 أمام رامي نصر الدين، هل ستنتهي الآن؟ 4-3 لمكابي. اللاعب رقم 11 الآن أمام رامي. الكرة ما زالت مع رامي. لربما يريد أن يستفز اللاعب، وهذا جيد. حكم المباراة الآن، واللاعب يضع الكرة في المكان، يبتعد عنها 5 أمتار 6 أمتار 7 أمتار. يقترب وهي في الشباك. الكرة في الشباك. 4-4. كرة جيدة جدا من هذا اللاعب إلى يمين رامي الذي يذهب إلى الجهة اليسرى، والكرة في الشباك. 4-4. والآن اللاعب السابع من مكابي حمود نصر الدين. مباراة جيدة جدا كانت لحمود، والآن هذا اللاعب أمام الضغوطات. هل سيستطيع أن يضع الكرة في الشباك؟ 4-4. 4-4 أعزائي. الدراما هنا لن تنتهي من الساعة الرابعة حتى الآن. حمود
يقترب يقترب في الشباك في الشباك. كرة جيدة جدا غير قوية ولكن في الزاوية اليمنى. 5-4 لمكابي دالة الكرمل، 5-4 لمكابي. غابت الشمس ونحن ما زلنا هنا ونريد مكابي في الجولة القادمة. 3 ساعات منذ بداية المباراة وحتى الآن، فرسان مكابي أمام فرسان نيشر. اللاعب رقم 6 أمام رامي نصر الدين، هل يستطيع أن ينقذ رامي وأن ينهي هذه المباراة الدراماتيكية؟ 5-4 لمكابي في ضربات الجزاء. أهدر ماهر حسون ورضا وهب. هذا اللاعب يضع الكرة، رامي يتأهب، لا يبتعد كثيرا عن هذا اللاعب. الآن يقترب يقترب ورامي يصد الكرة. مكابي يصعد، مكابي يصعد إلى الجولة القادمة والحاسمة بعد الأعصاب والأعصاب والأعصاب المتوترة هنا. رامي نصر الدين في النهاية هو الذي كان نجم المباراة، أنقذ مرتين وكرة أخرى كانت في الخارج. ومكابي دالة الكرمل 5، عيروني نيشر 4، والآن لاعبو وإدارة ومدرب فريق مكابي إلى الجمهور. مكابي دالة الكرمل يصعد بعد مباراة، إحدى المباريات الدراماتيكية الكبرى في تاريخ كرة القدم في الدرجات الثالثة والثانية. 3-3 بعد 120 دقيقة، و5-4 بعد ضربات جزاء دراماتيكية، ومكابي دالة الكرمل يصعد إلى الجولة القادمة. كنا معكم من عم حلبي، كمال أبو سعدة، إياد نصر الدين، مواقع كل الناس، روتانا الكرمل، ومحطة البلد الداخلية. بعد لحظات سنكون مع الأصوات هنا في ملعب علوز. مكابي دالة الكرمل في النهاية يفعلها ويصعد إلى الجولة الحاسمة يوم الأربعاء أمام كابو.